التقاعد، البطالة، السكن، التعليم والصحة، ملفات تنتظر المناقشة على طاولة الرئيس الجديد عبد المجيد تبون. مراجعة الشق الاجتماعي أولوية تفرض نفسها في الظرف الاقتصادي الراهن لإثبات نية التغيير وتلبية المطالب الاجتماعية المتكررة. في بطالة ضربة طابعة يعني بشكل رهيب، في مشكلة راهو يوعد الناس بمراجعة الحد الأدنى للأجر، هذا يحتاج إلى اعتمادات مالية ومداخل مالية أخرى يعني لابد من التفكير فيها، ولكن المشكلة ليس برنامج رسم آفاق رسم أهداف، لابد من توفير إمكانيات إنجاز هذه الأهداف. أنا نظن بلي الأمر ليس بسهل، ويحتاج في المقام الأول لوجود قاعدة اجتماعية تدعمه وتدعم برنامجه. تجسيد البرنامج الانتخابي الذي طرحه عبد المجيد تبون على أرض الواقع وعلى المدى القصير، فمن الرهانات الكبرى مراجعة سلم أجور الطبقة الشغيلة وتطوير أداء قطاع الصحة والرفع من مستوى المنظومة التربوية. في الشق الاجتماعي على الخصوص علينا أن نبتعد على لغة الوعود. لماذا؟ لأنه التحدي الاقتصادي كبير، والتحدي الاقتصادي مربوط أيما ارتباط وثيق بالجانب الاجتماعي. إحنا العملة تاعنا لا تساوي شيئا، لو لما توعد بالسكن مثلا قد تقف أمام عثرة، وهي العثرة الاقتصادية، قد تكون ملاءة الدولة ليست يعني على ما يرام، وبالتالي تعجز. ينبغي إعادة النظر، مراجعة هذه الأمور، ينبغي الاستثمار في المؤسسات الاقتصادية، ينبغي الاستثمار في المستشفيات، ينبغي الاستثمار في مؤسسة التعليم وما أدراك ما مؤسسة التعليم. اليوم وبعد توليه رئاسة البلاد يواجه تبون مهمة تجسيد وعوده الانتخابية والتعجيل برسم معالم خارطة الطريق التي ستسمح بإيجاد حلول واقعية لانشغالات المواطن والاستجابة لمطالب التغيير.